أمية يا مو يا مو تاع غرفتها لتكون نايمة جوا. ما في حدا. شلون ما في حدا؟ عم قلك ما في حدا. تعال شو وين بدك تروح يعني؟ هي عشان بتعرف تحسن تمشي لحالها. لك شو عم تعمل انت وياه هون؟ بيتنا. هذا بيتي مو بيتكم. انت ابونا واللي الك بيرجع لنا. بس مو تبتورتوني. هلا ما الكم عنده شيء؟ ليش رح تخلي شيء حتى تموت؟ سعاد خانم رح تبيعك كل شيء. انا مو مثل حكايتكم ما بفكر غير بحالي. كل بيعها عم بيعها عم بحسب حسابكم فيها. من نيتكم على حالكم. رح اعطي كل واحد منكم 10,000 ليرة من حق هالبيت. اسمع على السمع اسمع، بيت بسواله 7 ملايين 10 ملايين بدك تعطينا 10,000 ورقة. الله يرضى عليك يا بيي. ولك كبران قديش بدك لك؟ يعني ما بصير غير تكوش على كل شيء. لك بيت النايحة هدوا شوي هدوا شوي. يا بي هلا امي وينها؟ استأجرت لها غرفة بالكيكية بالجبل بالجبل فوق فوق. هو صحيح ما في كهرباء وما في مي والطريق مو مزفر، بس وعدوا انه يعملوا هالاشياء كلها وينبزوها. هوا نظيف نتنشط هنيك. لك يا بي حرام والله حرام، خليها هون بعدين بيع البيت. ما بقدر يا ابني ما بقدر، لانه كل ما يجي واحد بده يشوف البيت مشان يشتري بحسبها مستاجرة ما عم يرغب فيه. شو بدي اعمل؟ ها اجوا تفضلوا تفضلوا. اجوا الزباين اجوا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. زهير الجماعه مستعجلين خليه يتفرجوا على البيت. بعد هيك يكونوا بعلمكم. ها ابي عم يبيع البيت من ورا ظهرنا. ليش في اشكاليات قانونيه حول البيت؟ على اساس قال لي لا ما في شيء ما في شيء حول البيت ابدا. بيتي وانا حر فيه بدي بيعه. يعدمني اياك كبران. يكونوا بعلمكم ها اذا اخذتوا البيت ما راح تتهنوا فيه، لانه راح نلاحقكم قانونيا. تعرفوا ليش؟ لانه ابي مو بكامل قواه العقليه. سد بوزك للصبصيس اخي. بطلنا هالشروه وجوه البيع والشروه. لا 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 قولوا بالكم. لا تستعجلوا يا شباب، لازم تتفرجوا على البيت الاول. هذا مو حكي، قول في مشاكل. يصطفوا اخي، لا تشتروا البيت، الف واحد بتمناه، زمان شبني هيك زمان. ولا انت وياه؟ هلا كل شغله مثلكم تطلعوني فيها سنجع عرض انت وياه؟ حقنا وعم نطالب فيه. انتوا ما عندكم حق عندي، يلا شرفوا طلعوا برا. لا بابا، ما بنطلع من هون لتكتب لنا حجه بهالبيت. شو؟ حجه حجه، واذا بدك هلا بنجيب الشهود وبنعملها. واذا ما كتبت لكم شو بتعملوا؟ رح نحبسك جوا طول عمرك ورح نناوب عليك بالدور. شو قلت؟ قولي. وانت معهم؟ انا ما دخلني بهالقصه. ما دخلني، تصطفلوا ببعض قرروا بعدين احكوا معي. يا بي هو اخونا، واذا ماله لساني طالب بحقه مو معناتها بنتخلى عنه. بدنا نحصل له حقه اجباري. طقوا مالي كاتب لكم شيء، واللي بيطلع بايدكم اعملوه. يا حوينة هالترباية اللي ربيتكم اياها. اهلين وفاء، تفضلي. لا معلش، بدي لحق اجيب الدواء لجوزي واخذ له اياه على المستشفى. انو دواء؟ هذا الدواء ما في منه بالمستشفى، قالوا لي جيبيه من برا، حقه 1400 ليره. طيب فوتي هلا. ما بقدر، اجيت اسالكم اذا معكم مصاري، مشان اذا ما معكم روح دبر حالي من شي محل. فوتي فوتي هلا بنشوف سعيد. فوتي. اعطيني الراشيتا وانا بامن لك الدواء، عندي ديبك. ما بدي لبكم معي، انت اعطيني المصاري وانا بجيب الدواء. لا يا عمي ما في لبكة. شو أعطيك المصاري وتجيب الدواء؟ ما في لبكة. ابني اللي ضربه للرجال لزقه بالحيط ونحن مسؤولين عنه. طيب تفضل. قالوا لي إذا ما لقيتي هذا الدواء بالسوق في صيدلية باب شرقي فيها دواء تهريب. هذا يعني تهريب الدواء. بسيطة، لا تكلي هم واجبنا. هلأ بتعشى وبروح بجيب الدواء. طيب خلوني امشي. لا يو شو تمشي؟ عادي تعشي معنا. ما بقدر، تارك الولاد عند الجيران بدي لحقه. الله معي، ما تكلي هم ديبك أنا. ها تهريب. بدك تعمل الله؟ بدنا نجيب الدواء، شو بدي أعمل؟ بعرف إنه بدك تجيب الدواء، بس من وين بدك تجيب حقه؟ تعرفي لك جمانة، ما في قدامي غير حل واحد، أخي وشقيقي منصور. أنت مالك ملاحظ إنه نحن اللي لازم ندير بالنا على منصور مو هو؟ طيب شو بدي أعمل إذا هو معه مصاري وأنا شقفت أندبوري؟
هو عم يأجل جوازته كلها لأنه ما معه مصاري، لولانا كان تجوز من زمان. شو بدك يعني ساوي؟ اترك الرجال اللي طرقوا ابنك ولزقوا بالحيط بلا دواء. لا لا تتركه بلا دواء، روح اشتغل بالكازينو اللي أخذك عليه منصور. شو مانا أنا قلت لي مشكلتنا بدها حل جذري، الكازينو ما بيحله. في شغلات بدها حلول مؤقتة وفي شغلات بدها حلول جذرية، ولبين ما تنحل حل جذري دبر حالك بالكازينو. ماشي أقنعتيني، أنت على طول بتقنعيني، ما في حل غير الكازينو، راي على الكازينو. قاعدين عم تتسلوا وأنا موضوع جوا؟ افتحوا لي الباب، افتحوا لي، بدي اطلع قبل ما اشتكي عليكم للشرطة، بعدين بنخرب بيتكم واحد واحد. هذا إذا صح لك تطلع من الغرفة، ابقى اشتكي. ومالك طلع على توقع لي هالحجة. بدكم تحتالوا علي؟ بدكم تسرقوا أبوكم؟ هذا اسمه مو سرقة، أبوك ورث لك البيت وأنت لازم تورث لنا يا رعاة. إذا كان مو أحسن ما تعطيه للغريبة؟ لك مو للغريبة، لابني الآدم الكربوجة اللي جاي على الطريق، لابني يلي بيستاهل، أنتوا ما بتستاهلوا. هذا إذا صح لك تشوفه. إلا كايا فيكم رح أعيش 150 سنة، ما رح أموت قبل ما أحرمكم من كل شيء، صفوة الموقد بدي أحرمكم إياها. دشش! غشاش! غشاش! دشش! دشش! لا مو دشش هذا. أنا عم أقول دشش. مو دشش. دشش. مو دشش أخي. يا أخي دشش. طالعوا ها؟ أنت ما عم تطلع منيح دشش. شو ما عم طلع؟ أنا عم لك. ليك هو شاف اللي بطلت رعا. بطل أخي. يعني عزة النفس لإيش؟ هو وافقت من أول مو أحسن لك؟ كنت طلعت بياض الوش. معزة النفس اللي عندي هي مشكلتي، على كل حال هلا ما بقى تفرق معي، بل في ورا بيشتغل. ولا ايش عزة النفس يعني؟ الرجال شو راح يشغلك جرسون؟ هلا المهم يقبل يشغلنا. شو؟ لك بالكازينو. عند مين؟ لك أب شوكات، امشي معي بقى. نحن بدنا خدمة، منصور غالي علينا. الله يعزك. الحقيقة أنا فكرت بالموضوع وقررت أخيرا إني أشتغل محاسب، بس يا ريت تعطيني معلومات أولية عن المحاسبة عنكم مشان ما نفوت بالحيط. محاسب؟ إيه نعم. عيننا واحد، ما بنقدر نترك الصالة بلا محاسب. مو محاسب رح عينك. لكان شو؟ بطل واحد اليوم من الصالة وأنا بحاجة لجرسون. جرسون؟ أنا بدك يعني اشتغل جرسون؟ إيه لو تدفعوا لي 100,000 ورقة ما بشتغل جرسون أنا. شو بنا أخي سعيد؟ شو بنا؟ أنا 4 سنين تميت اشتغل جرسون، الشغل مو عيب. أنت اشتغلت جرسون لما كنت طالب، مو مثلي انا موظف ابو اولاد. هلا راح تستكبر على الجرسون؟ نص الجراسين عندي موظفين، كل واحد عنده جعر اولاد، ما فيها شيء. اذا هن بيرضوها على حالهم انا ما برضى، انا موظف بالبلد وموظف ومحمي كمان. طول بالك شو بقى؟ يا قله الحيله، كان احب علي اخدمك. بلا الخدمه، امشي منصور رح دوخ. بسيط عمي امشي. بدي اكل ابزر. ما بقدر اكل ابزر ولا شيء، برجع برد لعن عندك، لا تواخذنا. ايه؟ لا تواخذنا. ما بيصير بدوب هلكتني هلكتني. انا وافقت اشتغل محاسب مو جرسون. ماشي الحال، انت بدك مصاري ولا بدك الشغل؟ بدي مصاري بس شغله تكون مقبوله. على كل حال ابني هلا من السيره الك ولا للدين؟ خس الدين. قديش بدك؟ فواز بده دواء ب 1400. ماشي مسك هي 1400، ما زاد معي غير 100. ساويهم 1500، ما في بجيبتي اكثر من 25 ورقه. سعيد اخي انت لازم تعرف انه انا موظف مؤسسة المياه، يعني انا موظف مثلي مثلك، كني كلك، مالي ولا صيف ولا. لا خلاص ما راح اكل عليك شيء، كله عم يتسجل. خلينا نمشي راح توخى. لا لا كل شيء بده توخى. شو لا تستحي لك عبور رجال. لك ابني بعد نوش التلفزيون. ايه لحظة ماما شو عم تعملي؟ شو عم بعمل يعني؟ مالك شايفني عم تفرج على التلفزيون، شو بدك؟ سكي مالي فاضي اسمع لك هلا، مالي خلق. مو تسمعيني مو تسمعيني، سكي اكتبي الراشيتات لأبي. ايه شوف اخوك حسام. ما حسام اللي اقترح هالفكرة، قال انت مرته مجبورة فيه، وانا اقتنعت مثل العادة. هات لشوف خلصني هات. وهي عدة الكتابة. السلام عليكم. كل هدول شو ها؟ لاقطين دش؟ فوت لجوا، فوت لجوا. يلا فايت فايت. مين انتي؟ انا مرت عمك ابو زهير. ام زهير؟ كيفه زهير؟
أنا مالي أم زهير، أنا سعاد. أهلين. دهلي لأمك لشوف. إيه يلا طيارة. زهير أمي. يا مو. شوفي. أم زهير. أهلين سعاد. خير فوت لجوا. ما في تفضلي. تفضلي. لا معلش. أنا شايفتك مو مبسوطة بشوفتي. هلا لا تحاسبيني مبسوطة ولا مالي مبسوطة. تفضلي. لا معلش. بس جاي أسأل عن جوزي، طلع من الصبح ولهلا ما رجع. بجوز يكون سهران بشي محل. لا مو أكيد، لأنه قال لي استنيني على الغداء. بجوز يكون نسيان، هو ذاكرته صايرة على قده شوي، ما لاحظتي هالشي؟ الصراحة أنا خايفة عليه من ولاده. طلع من الصبح على أساس يورجي واحد على البيت. هلا سعيد ماله هون، راح يشتري الدواء ويوديه على المستشفى، بس يرجع بقول له. طيب عن إذنك. سعاد ما تواخذيني، أنا هيك شوي معصبة. معلش. عن إذنك. شد حيلك ابو الفوز، شد حيلك. كتر خير عم عزبك معنا. لك انو عزب، قومتك بالسلامة هدية لي، المهم انك ترجع وكالي. الله يخليك. شرف. جابوا لك الدواء؟ ايه. بتاخذ حبة سوا حبة مثلا بعد الأكل. فاهم؟ تمام؟ ايه. فهم بس عدم المؤاخذة يا مدموزيل يا رايقة أنت. أنا بعرف إنه المكسور والمطحوش بيجيبوا له حليب مشان الكلس ويترمموا عظمه ويرجع وكالة. والله نحن بس عم تجينا الوجبة بنقدمها، ما عم يجيبوا لنا حليب وناخذه على بيتنا ونشربه نحن. لا تواخذينا، بس شلون بدنا نعمل يعني لحتى يصير يشرب حليب مع موزة كوكتيل يعني أحسن من إبرة فيتامين مشان يتعافى؟ اجيبوا له. بنجيب له نحن، بس ما عنده براد بهالغرفة الخمس نجوم. أنا مقيمة هون وعندي براد بغرفتي، نظر له وتعا. معلوم لأنه لازم يشرب حليب ولو كل يوم كاسة. طيب نط نزيل جمله وتعال خلصني بقى. اف اف لا تعذب حالك، أنا ما بحب الحليب بيعمل معي نفخة. لك أنه نفخة؟ أنا كان بدهم يشبعوك خمس زيتونات ثلاث قطع خيار من أول تنباري. أنا ما عم شربك الحليب فشخرة، هذا دواء. صحيح نحن ما بنحب الدواء بس منضطرين نشربه. اف ليش هالمنفخة؟ بس بدي افهم، بتعرف ما في بجيبتك غير 100 ليره، خليك ساكت. قلنا لحالنا الحكي ببلاش، بدنا نفرجيه للرجال انه مهتمين فيه. انا عرفان انه الممرضه لاطشه البراد تبع المرضى وحاططه بغرفتها. انت رح تجلطني سعيد؟ معقوله ما كنت تتعلم؟ كل ما حكيت كلمه بتورطنا ورطه اكبر من الثانيه. من وين بدك تجيب له حليب كل يوم هلا؟ ما في شده دامت على مخلوق، كل عقده والى نجار. اجت سعاد مرت اخوك ابو زهير، قال ابو زهير اختفى. ينمحق منه إلى وين اختفى؟ ما بتعرف، بس خايفة أولاده يكونوا عاملين له شي، على أساس طلع يورجي واحد على البيت وما رجع. ماشي رايح شوفه أنا. واقف عندك، هات المصاري اللي معك بلا ما تصرفهم على الفاضي. اللي بيسمعك بيفكر معي شي مليون ليرة، كل اللي معي 100 ورقة. هلا بتضيف أولاد أخوك كعزوز مشان تعمل صلحة. ماشي لأعطيكي المصاري، مو لأنك يعني أنت مرتي وأنا مالي شخصية، لا بس لأني بحبك. يلا هات خلصني. تفضل. هات لهون. شاري ورقة يا نصيب؟ لا أنو هات لشوف. ما في شيء. أعطيني إياها. ها شوفي ما أعطيني إياها. وينها؟ أعطيني إياها. تفضلي. شاري ورقة يا نصيب؟ لك إيش بدنا نسوي؟ قلنا لعنا بلكي بنرباح. مشان تاني مرة التوب تجرب. الله يسامحي. بتعرفي هلا اذا ربحت هي النمره راح اتعقد انا. ها يعني سعيد نحن مو ناقصنا غير نشحد، عم تشتري يا نصيب. لك عيني هال100 ليره لا راح تفقرنا ولا راح تغنينا، خلص مثل بعضها بعين الله. ما راح تربح، كثير قبلك جربوه. لك ما مشكله، خلص منجرب نلزق الطينه بالحيط، اذا ما لزقت بتعلم نفسيا يعني بعيش بوهم الربح انا. هلا بعد ما انشقك ما رح تعرف اذا ربحت ولا ما ربحت. لا رح اعرف لانه رقمها مسجل عندي. نسيك هي اجار سيرفيس روح رجعه. عشو ورقه لشو هالبعزقه هي؟ انا رح اخذهم منك. صحيح انت غلطتي وشقيتي ورقه اليا نصيب وعم تتنهوري فيي وتعطيني بس عشو ورقات، معلش انا رح اسكت، مو لاني مالي شخصيه، لا لاني بحبك اكثر من السيرفيس والجائزه الكبرى. سلام. الله معك. ما راح افتح لك. لك افتحوا لي، ما عاد فيني ما عاد فيني. شباب مسنوق وكل غياراتي مو هون عند سوسو. قوم افتح له.
شو هاد؟ حبس رسمي؟ حبس الشرطة مو مسكر هيك؟ حابسيني؟ الله يعدمني إياكم. الأب اللي بكب ولاده الحبس قليل عليه. ما معي قلم هلا وقع لكم الحجة. ليك الحجة جاهزة وتواقيع الشهود جاهزين والقلم جاهز، تعا وقع. إيه ماشي الحال. رح أوقع. يا حوالي التربايتي فيكم، أعطيني القلم لشوف. مسيك. هي وقعت، فكوا أسري بقى. بالله. إيه هذا مو توقيعك، بدك تضحك علينا؟ لا أنا غيرت توقيعي، هيك صار هذا توقيعي. ها. معناها بصوم طالما غيرت توقيعك. أنا أبصوم؟ شو شايفني أمي قدامك؟ أنا حامل الشهادة الابتدائية، والشهادة الابتدائية على زماننا، مثل الجامعة هالأيام. لك. يا بابا يا بابا أرجوك ليش هيك عم تعاملنا؟ بصوم أحسن ما رجعك الحبس. ما ببصوم، رجعني. مين؟ عمي أبو كون. يا وين؟ تعوا احسن ما اخلع البوابه. ها اهلين عمي سعيد. بلا تلبسي ابوك شو عم تعمل له؟ ابو زهير انا سعيد، اولادي حابسيني بدهم يموتوني مشان يرتوني. لكن انتوا ما بتستوعبوا على دمكم، ما عندكم شرف؟ نحن اللي ما عندنا شرف ولا مرته اللي عرفانته خرفان وقاعد عم تلعب عليه؟ روح افتح له الباب. روح افتح له. روح افتح. سوسو لك حلوا عنه باب، لو كنتوا عم تشتغلوا بهالوقت اللي عم تضيعوه على الفاضي كان صار عندكم 200 بيت مثل هالبيت، حلوا عنه. عمي هذا البيت ما بينباع الا على جثتنا. لك يا عمي انا من طرفكم وبعرف انه ابوكم غلطان، بس ما بتقدروا تعملوا معه شيء. اذا صمم يعمل هيك يعني هيك ابن النايحه هذا ننح ننتح تنح ونحن خلفته، يعني اذا قلنا هيك هيك البيت ما راح ينباع. طيب انا ما بقى اتدخل، اعملوا اللي بدكم اياه، بس برضاي عليكم سكروا انه بيضل هذا ابوكم، ما بدي فضايح بعيلة النايحة انا. عمي كل اللي شايفه قدامك تمثيل بتمثيل، مشان يتراجع عن قراره، نحن ما بنعمل شيء الا ما يرضيك. يعني عم تخطط انت، ضبل لي المفتاح من خليتي. اسمعوا شو عم قلكم، انا مالي فاضي لكم 100 مشكلة براسي، ها، ما بدي ضل رايح جاي مثل مكوك الحايك من وراكم ورا ابوكم ورا سوسو، سوسو ابوكم. تعال لهم. انا تعال لهم. مين حضرتك؟ جنائيه. هويتك؟ هوي سمنان. ما ما راح اخطبك. هويتك نسيانه بالبيت. حلو نسيانه بالبيت، اطلع بالسياره. ما بعرف سوق. ما عم لك شان تسوق، انزلوا طالعوا. لك يا اخي ليش يطالعوني؟ شو عامل انا؟ لك طولوا بالكم، انا مواطن ومحمي بهي البلد. على محلهم طالعوا غصب عنهم. تعال تعال انت، تعال تعال يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. لا تقول لي بريء هالمره. شو بريء ومتهم؟ انا كل قصتي ماشي بلا هويه وقفوني. ما احلاك تحكي قبل ما وليد يعمل لك اللازم ويرفعك فلقه. مصطرتك مرقه عنا. يا اخي قولوا لي شو التهمه مشان اعترف فيها قبل ما وليد يعني يعملنا فلقه. يلا غشم حالك وقل لي كنت ماشي صدفه بموقع مكان الجريمه الساعه 1 بالليل. طيب بشو احلف لك اني كنت مارق صدفه بمكان وقوع الجريمه الساعه 1 بالليل؟ بيتك وين والشارع وين؟ شو كنت عم تعمل الساعه 1 بالليل هنيك؟ بيت اخي هنيك، واسالوا اذا مو مصدقين. طبعا بدك تلاقي فتوى، يا كنت عم بيت اخوك يا عند رفيقك يا الله اعلم. عم اقول لك اذا مو مصدق اسال. ايه ما بدي اسال. يا وليد حاضر سيدي. سوقه حاضر سيدي. لحظه، لك انا مواطن شريف يا جماعه، مواطن محمي بهالبلد ولي حقوق، ولائحة حقوق الإنسان هيك بتنص. مبين الشرف عم يزرب من كعاب رجليك. إيه ما في شهر صلتوا مشرفينا كذا مرة أنت وأفراد عائلتك الكريمة. سوقه امشي. لحظة ما بسمح لك تحكي على بيت النايحة. امشي. أنا ما بنسى بمشي لحالي. امشي. إيدك خلعت لي إيدي. إيدك امشي. شلون البلدية لهلا ما هدوا لك الطابق الثاني؟ ما هدوا لي، ما فيهم هدوا لي. فوت. اهلا اهلا معلم. شو شايف رحت ورجعت بسرعة؟ كنت قول راجع، كنا وصيناك على كم غرض. سد حلاك ولا؟ مبروك معلم. قوم ساوي شاي. على عيني.
غزي. وانت دير وشك لهني. امرك معلم. قال دوري قال. اجا الأنايرة. اخي. حسام. حسام. قوم امي قوم. حسام. اجا؟ لا لسه ما اجا. قوموا روحوا دوروا عليه. امي وين بنروح ندور عليه هلا بنصاص الليالي؟ روحوا لعند عمك منصور. قلوا له ابوكم راح لبيت عمك ابو زهير ولهلا ما رجع. بيت عمي منصور بعيد من هون وما في سرافيز شغاله لهلا. معي 75 ليره بتروحوا بالتاكسي. قوم امي قوم. اذا بتاكسي بنروح. فيي على قلبي ما خسر بشي. علاء. هاتي بوسه. علاء. بس بوسه. قوم ولا رضاك امي بوسه من ايدك. خير امي. خيرات عمو. ابي طلع لعند بيت عمي ابو زهير ولهلا ما رجع على البيت. ماشي فوتوا فوتوا فوتوا. عمي انا وين بقدر نام؟ بتقدر تنام بتفوت بتنام مطرحي. لك شلون جايك نوم وابوك مو مبين له اثر لهلا؟ وين بده يروح يعني؟ شو اول مره ابي بيختفي؟ لا فوتوا فوتوا روحنا روح. خلاص محلول الشغله. انت الثاني كمان فوت نام انا بروح ادور عليه لحالي. يعني قولتك عمي ما حدا بيعتب علينا اذا نمنا هلا؟ لك مين بيعتب عليك؟ روح من وش احسن ما حكفر لك سنانك. روح من وش. اصبع على خير. يعذبني اياكم كل بيت النايحة ما في غير انا. استلم. طالع وين ولا؟ شو جرمك انت؟ سميح خراس. امرك معلم. خراس؟ على عيني. ممكن عود على الارض ولا شو عامل؟ ماني عامل شيء. مارقين بحاله الحواره مسكونا الشرطه قال صاير سرقه هنيك. معك هويه؟ لا ما معي. صبرك بيصبري انت. انا كمان صار معي هيك والاخ نفس الشيء. ليش حضرتك مو نزيل دائم؟ لا انا اتردد احيانا على القاوش بتهم مختلفه انا وكل افراد عيلتي. سميح. نعم معلم. قوم اجلي. لك اخي. محسوبك سعيد الأنايرة. والنعم منا. تعال هون تعال. تعال هون جيبه. خسي تشوفي. هويتك. هويتي سيدي لسه ما طلع لي. ما طلع لي هوية. والله نكت يا سيدي. انا طلعت من البيت مستعجل فنسيت الهوية. اطلع السيارة سيدي. على شو بدي احلف لك انه اول مرة بنساها؟ اطلع من السيارة. اطلع بالعك ان شاء الله. انت شو بيقربك سعيد النايحة؟ سعيد سعيد النايحة. هذا اخي من امي وابي. والسبع تنكات. انتو معكم واحد ادمي من بيت النايحة؟ عفوا سيدي احنا مشهود لنا بالادب والاخلاق. ما بتصدق روح اسال من غير ما اسال. انا ما صار لي هون شهر صرت متعرف على كل العيلة كبار وصغار نسوان ورجال. يا ولي يا سيدي يا امي شو حاضر سيدي اكلوا مرشي اخي سعيد. منصور. منصور منصور حبيبي. لك شو جابك لهون؟ كنت عم دور على حضرتك. انت لي شو جابك لهون؟ كنت ببيت اخوك ابو زهير عم حل مشكل عفطوني بالرجعه ما معي هويه. لك شو صاير هني؟ لك مسروق محل.
تعيط علي هون، لا تعيط علي. وعلى اي اساس عم يقشونا كلنا؟ على اساس انه المجرم بيحوم حول مكان الجريمه، عرفت شلون؟ ايه تفضل تفضل مرسول. ولا مو مساوي قهوه؟ حاضر. حيو النايحه، حيو اخي. جيب لي المشتبه فيهم. حاضر سيدي. انت شفت وشهم منيح انت؟ شفت وش واحد منهم، والتانيين كان عتم وكانوا بعاد، ما قدرت اشوفهم منيح. وانت شو كنت عم تعمل بالمحل بالليل؟ سيدي كنت نسيان الشنتاية وراء المحل كلهم فيها. مشيت فوت 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 فوت. ما في ضرب سيدي. قوم لشوف، طلع لي في واحد من بيناتهم اللي شفته. حاضر سيدي حاضر. أكيد سيدي ولا واحد منهم. كنت تقلن وين هويتك؟ بركي بيجيبوا لك ياها. شو فكري رح يجيبوا لي ياها هيك لله؟ ما رح يسألوني ليش شلحوك ياها ووين وشو كنت عم تعمل. فوت حالي بدوامة إلى أول ما لآخر. وإمتى بدك تجيبها؟ لحتى ندبر 50,000. وإذا ما تدبر وشو بدك تعمل؟ ما في قدامي غير إني روح على الموعد وأترجاهن يمددوا لي. من هون لكم يوم إذا ما تدبرت معك الأمور بدي روح لعند أخي وأطلب منه مصاري. لا لا، ها لعند أخوكي ما بتخطي من أولها. صرنا 20 سنة ما احتجناه بفرنك، ما بدي يزلنا. نسيتي شو قال لما تجوزنا؟ حكى كتير. عن شو عم تحكي أنت؟ نسيتي لما قال لك إنه أختي مو كل يوم والتاني تجوا لعندي تطلبوا مصاري على أساس أنا واحد شحاد وأندبوري؟ بيكون نسي الموضوع. هلأ أولادنا صاروا شباب. لا ما نسي ما نسي. لاطيلك مشان يزلنا. فاقوا الأولاد؟ سلوى نايمة والشباب عند منصور. لهلأ ما أجوا؟ هلأ شوي تانية بيجوا، بيكونوا فاقوا هلأ. شو على بالهم؟ هني وياكي. أنا رايح على الشغل، بدك شي؟ سلامتك. أنت ناقصك شي جيب لك يا معي المسا لما أرجع؟ ليش معك مصاري؟ اليوم أول درس خصوصي، بركي عطونا. جمانة إذا عطوكي شي لا تبعزقيهم، بدنا نفك أسر الهوية. كلهم 500 ليرة ما بيساووا شي. لك يا عيني 500 من هون و500 من هنيك و500 من هديك الناح و500 من رابع جهة، يعني بيسندوا معنا كم بحصة بيسندوا جرة. سيد ياسر 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 دايم على القهوة استاذ جواد. صحتين وهنا صحتين وهنا. هاي السيد ياسر 0582. اتفضل وقع لي هون اذا بتريد. على عيني. تفضل استاذ ياسر. يسلم والدين. وهي 5000. 1 2 3 4 5. وهي الفراطة، هي 50 وهي 5. يسلم والدين، شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير، شو بتريدوا؟ قبضنا. رجعوا بعد ساعة. ليش بعد ساعة؟ شو المشكلة؟ ليش مو هلا؟ أخي بدي خلص رؤساء الأقسام بالأول. هلا أنت كل مرة بدك تسوي لها الفيلم؟ يلي بسمعك بظن إنه عنا شي 100 رئيس قسم.
ادفع وخلصنا. ما بيصير، الوظيفة مراتب، ما فيني أقبض مرتبة دنيا قبل مرتبة عليا. تضرب أنت وهالوظيفة، إيه بدك تزلنا، بدك تمرمطنا، توسع فينا الأراضي مشان راتب 4000 ليرة؟ درجة دول الموظفين؟ يكون بعلمك بدي وصلها للسيد المدير. الشي بيهوي منك ومنه، ادفع وخلصنا. وهي كمان رح أوصلها للمدير. اطز! قال لك هيك بالحرف الواحد؟ بالحرف الواحد، وتيسير أستاذ إلا شوي ضربني. يا أخي أنت استفزازي، ما بتعرف الموظفين اللي عنا ما بيخافوا من حدا، شو ضرورة تقول له بدي وصلها للمدير العام؟ شو ما بتعرف بده يقول لك هيك؟ بتقدر تعاقبه أستاذ، حقك. ما بقدر أتجاوز ياسر. أنت أعلى من ياسر، ياسر هو اللي ما لازم يتجاوزك، مو أنت. نظرياً، أنت بتعرف ياسر وقفتك مدعومين من فوق، ما لي كلمة عليهم، ما في داعي تكبر لي براسي ومتزحلة. يعني يا أستاذ بترضاها كل ما بدي سلم رواتب، آكل بهدلة، وإلا شوي قتلة. لك أخي ضروري تعمل لي رؤساء أقسام موظفين، وفوق وتحت، يلي بيجيك سلمه وخلاص منه. الله يحسن آخرتنا. متهمي جوا ايش بدك يا جماعه؟ مقفول الباب. خلصنا هلا بيرجع. امشي. اهلين استاذ جواد، انت مالك لزوم خير هالنهار؟ وين رحت؟ كنت عند السيد المدير عم قبض راتبه. ها لا تاخذنا، مالنا عارفين انه تسليم الرواتب كمان صار فيه خيار وفقوس. تعال سلمنا رواتبنا مكاتبنا، ولا المدير احسن منا؟ لا مو احسن منا، بس كان في موضوع خاص بيني وبينه، قلت بطريقي بسلم الراتب. تفضلوا. لا تاخذنا. تفضلوا. زيد تفضل. هوياتكم إذا بتريدوا. سيد سهيل. نيكم. إيه تفضل وقع لي هون إذا بتريد. الرقم 5-4-3-2-3. ما يبلع الرقم. تتنميني. بسرعة أستاذ جواد. على رأسي 2-3-4. شلشنا أستاذ. تفضل. كل شهر نفس اللتين. وهي الاسم. تفضل استاذ. وين هويتك؟ ليكا. هاي هي. بسرعة بسرعة. ليكو. ما بقدر سلمك. تفضلي. ليش؟ طردوني من الشغل؟ لا ما طردوكي، بس الاسم على الجداول افتكار وبالهوية سناء. بسيطة، غيره من الجداول، بدال افتكار ساوي سناء. ما بقدر، الأوراق لسه ما وصلتني. هلا انت بدك تجنني؟ بتعرفني ولا ما بتعرفني جواد؟ بلا بعرفك، بس الجداول هي اللي ما بتعرفك. لا قوة الا بالله. انا مقطوع من حديثكم، معلش. هلا انت بس يوصلك الاشعار بتغير الاسمين ببعضهم البعض ومتبدلهم، يعني عملية بسيطة جدا، ويا دار ما دخلك شر. يا سهيل يا سهيل، ما بقدر استنى لحتى يجي الاشعار، لازمني مصاري. وانا ما بقدر، لاني بدي ارفع اللوائح والجداول لفوق، بكره اذا دققوا هي الجداول ما راح يلاقوا موظفة بهالاسم. تفضلي. شوف جواد، بدي استلم راتبي. حتى لو بدهم يحطوك بالحبس، يعني بدي اقبض؟ بدي اقبض، وهي قاعدة. ها؟ ايه، أنا اللي رح شوف السيد المدير وهو بيحلها. انت تحل حل مفاصلك إن شاء الله، قول آمين. الله يحسن آخرتنا يا رب. غريبة شو، مو معقول مو غيرين. تاكل يا برا. انت ليش بتحب تعلقني مع العالم؟ ليش بدك تكبر راسك؟ كبر، ما حدا ماسك، بس لا تتحشني بالنص. مو كبرت راس استاذ، بس الاسم اللي على الهويه غير الاسم اللي موجود عندي بالجداول. رقم القديم مو عندك؟ هي عندي، بس انا رح اتحاسب بعدين. رح يقولوا لي كيف يا جواد سلمتها على هويه ملغيه اصلا. دبرها بمعرفتك، شوف لك حل. ما بتتدبر، كيف بدي دبرها؟ قديش راتبها؟ 5. خود اعطيها يا هون، وبس يجيك اشعار بترجعون. وانت استاذ كيف بدك تدبر حالك؟ لك انت شو بدك فيي؟ خلصني من مشاكلك وحل عني. يلا تفضل. ايه الله يجبر عنك ويحسن اخرتك.
الله لا يحسن اخرتك. بدك تزحلقني؟ شو نازلين يا شباب؟ يلا استنوني بس بجيب جزداني ولحقتكم. ناطرينك. العن يد رايحين على السوق؟ طيب انا زين تبضعوا قبل ما يزرقوا المصاري، بعدين رئيس القسم عازمنا. بتقول لا؟ اسمعوا مني بلا لكم الروحه، هلا بترجعوا منفضين ما معكم شيء، كانكم مو قابلين شيء. تعالنا هاليوم بالشهر نشوف حالنا فيه بالسوق، ايه بدك تحرمنا اياه؟ اخي انا مو راي معكم. مصاري لحق حالك قوام، ضل باب مصرفين غير شوية فراطة، لحق قوام. ما تسكر الباب يا شيخ. سعيد ما بدك تقوم تستلم الراتب تبعها؟ نسيان الهوية بالبيت. سهيل بمناسبة قبضنا للراتب عازمتك على القهوة برا. وسعيد شو سعيد؟ ما بدك تعزمي معنا؟ سعيد مشغول، مالك شايف؟ تروح معنا ولا مشغول سعيد؟ لا مشغول حاتم. طي مشغول. شو مشغول ما مشغول؟ لا تزعلني منك سعيد. رئيسة القسم عازمتك، يعني بدك تروح. على راسي رئيسة القسم، بس عندي شغل وما بدي الشغل يتراكم علي. يا سعيد يا سعيد، العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. بقى قوم، تعال تعال تعال، قوم كفاك دلال. يلا قوم، ما كل يوم واحد بتصح له انه رئيس القسم تبعه تعزمه. لك ايه خليه، اتركه شو روح، خليه قاعد عم يشتغل. شو بدك فيه؟ الجايات اكثر من الرايحات، بنروح مره ثانيه سعيد مع بعض. لا ما بيصير، بده يروح يعني بده يروح. بدك تروح سعيد، قوم روح معنا. حاضر كرمالك بس. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك انت؟ وين رايح؟ اهلين استاذ سهيل، علي شويه طقسات، قلت اروح ادفع من الصبح احسن ما اطلع المساء. جيت والله جابك. الانسه افتكار عازمتنا على فنجان قهوه بمحل عام، بقى بتروح معنا تشرب لك فنجان قهوه. بلاها بلاها، خليه يروح يدفع على الاقساط، دوبه يلحق. بدي امضي انبوع زنبور ما بقدر استفرد فيه. تفضل استاذ زيزا، شو رايك تضل انت هون؟ لانه الاسانسير ما بيسع اكثر من اربعه. ايه ماشي، ننتظرنا شوي. أربعة؟ لك ما نحن كنا أربعة. لك حاجة أبو زهير، هلأ بتحرق سقف حلقك. ما أنتي حرقتيني كلياتي، ما ظل غير سقف حلقي، بدي أحرقه. بإيش حرقتك؟ بنار حبك، عملتيني بروستد. طيب، عم ندق الباب، روح شوف مين. روح. غليظ وتقيل دم، مين ما كان يخون. ايش بدك يعني؟ كأنه عايشين ببريه، ما بدك يجينا ضيوف بنوب؟ ولك يشغلها، بس مو بشهر العسل. يمكن جاي حدا يبارك لنا، روح افتح روح. إلهي يا رب يكون مخربط بالعنوان يا رب. مرحبا. أهلين. حضرتك أبو زهير أدهم النايحة؟ إيه نعم، إذا بدك تفضل. يكتر خيرك مستعجل، جاي أحكي معك بموضوع. موضوع شو؟ بخصوص أخوك سعيد، يعني أنت أخوه الكبير وبتقدر تحل الموضوع. خير خير، شو بو سعيد؟ سعيد أخوك كان يشتغل عندي على السيارة وضربها، أكيد حضرتك بتعرف القصة. إيه بعرفها بعرفها، شو في كمان؟ صار له فترة منحوشة عند المصلح ومصالحي متضررة، وأخوك سعيد ما بيعرف يدبر مصاري. ما إلك غير منصور، منصور هو اللي بيمون عليه. مين منصور؟ أخي الثاني، هداك في احتمال يدفع لك، أنا نقلة ما معي. يكتر خيرك، معيتك لكان أعطينا عنوان منصور. العنوان ما بيضيع. بحارة النجارين، اسأل وين منصور النايحة بدلوك. يلا الله معك، تيسر، مع السلامة. روح. اخ منه اخ. مين ابو زهير؟ سعيد ومشاغله ببلينا بكل بلوي والعياذ بالله. يعني ندق الباب، روح شوف مين. روح. ما بدي شوف، ينفلق. وينك؟ بنعمل حالنا مو هون. ما بيصير أبو زهير، بدك العالم تحكي علينا، روح افتح. يفتحوا قبره. وانت إلهي تطلعي على قبري. يبعد الشر ابن عمي. مرحبا. أهلين. حضرتك أبو زهير؟ إيه نعم، إذا بدك تفضل. لا معلش مستعجل. خير، شو في؟ أنا عندي مشكلة مع أخوك سعيد، وقالوا لي ما بيحل لك المشكلة غير أبو زهير. ما إلك غير منصور، بوشك على حالة النجارين. مين منصور؟ أخي، ما حدا بيطلع بيده يحل الموضوع غيره،
وكلمته عند سعيد ما بصير تنتين. يلا حارة النجارين بتسأل وين منصور بدلوك عليه. الله معك. يقطع عمره يقطع عمره. مين ابن عمي؟ اخي سعيد رح يجلطني بمشاكله. اوعك تعملها قبل ما تشوفه. لمين؟ لابنك. ليك عم يلبيت. صار يلبيت؟ يعني لك وشي شوي. ايه ما حلو ما حلو. لا حلو مو ابنك. انتو سلالة بيت النايحة بتلبط على بكير بس بتا محروقة. روح افتح روح يلا. يفتحوا له باب جهنم. جاي. مرحبا. مرحبتين. ما إلك غير أخي منصور بتلاقيه بحارة النجارين. لك حبيبي ما بدك تعرف الأول ليش جاي. بعرف بدك واحد يحل لك مشكلتك مع سعيد ما هيك؟ مزبوط والله. خلاص بوشك على حارة النجارين. الله معك. انتهت المقابلة. شي؟ شو الخيلة هاي؟ تفضل. مرحبا استاذ عاصم. اهلين اهلين وسهلين. نحن من الرقابه والتفتيش اظن معكم علم ما هيك؟ طبعا طبعا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شرفوا شرفوا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يا ميت اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا استاذ. اهلين وسهلين. اهلا. آسي سميرة. آسي سميرة. لا تعذب حالك استاذ ما في حدا برا. نسيت بعت توزع شوية اوراق على الاقساط. هلا بترجع. شو بتحبوا تشربوا؟ ما في داعي خلينا نطلع جولتنا مشان ما نتاخر. لا ما بنخطي خطوة من هون ابدا. تشربوا شيء. يا مين اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. نشرب قهوة. قهوة. التليفون معطل. انا بنزل بجيب لكم قهوه. كيف قهوتكم؟ ما في داعي نعمل جولتنا ونحن ماشيين بتوصي على القهوه. كمان هيك بصير. من وين بتحبوا نبلش؟ بنمشي مكتب مكتب واللي بيطلع قدامنا بنفوت عليه. تفضل. شرف شرف. من هون قسم الذاتيه من انشط الاقسام عندي وانا مصر على ذلك. شرف شرف. حريشون هدولي احيانا بيتشارطوا على شي شغله من اكله فول لاكله فول. يظهر واحد منهم خسران الشرط فراحوا ياكلوا. ما في مشكله منفوت على مكتب غيره بينما يرجعوا. لكان بروح على الديوان. الاستاذ نزار رئيس الديوان من اكثر الموظفين مواظبه. ما ممكن يغادر عمله. لما توفت امه العمر لكم رفض يطلع من مكتبه قبل ما ينتهي الدوام الرسمي. شرفه. تفضل. يا حبيبي شو تاني؟ استاذ نزار استاذ نزار. احيانا ولاسباب قاهره جدا بيروح. تفضل تفضل شرفوا. قسم شؤون الموظفين من اكثر الاقسام تنظيما مثل عقارب الساعه. تفضل تفضل. الأستاذ ياسر رئيس القسم من أكثر الموظفين كفاءة وانضباطا. لولا العادة. أنو عادة؟ بياخذ موظفينه من شان زيادة الطاقة الإنتاجية يلعبوا رياضة بالحديقة. هون 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 نص ساعة وبيرجعوا. تفضلوا تفضلوا. ما في مشكلة نرجع. قسم
قسم المشتريات بتحدى حدا يحط ملاحظه عليه. الاستاذ عبود رئيس القسم رجل حديدي بكل معنى الكلمه. اكيد رايحين جوله. تفضلوا على الماليه. الاستاذ جواد بشارط عليه. الله يستر. جواد استاذ عاصم ارجع بعد شوي بنكون كسرت نعوستي. جواد خير؟ صاير له شيء؟ مو صاير له شيء. قوم اجت الرقابه والتفتيش. قوم شربان دوس علي استاذ بدي كمل نعوستي. يخرب بيتهم على هالادويه ما بيعرفوا اللي عم يسعل. ممكن يكون موظف او ورا التركسيون او جايتهم الرقابه والتفتيش. سلامتك. ممكن طلعنا سجلات؟ انا بتجيني المصاري من هون بسلم الرواتب من هون. مستحيل تلاقوا عندي اي مشكله. الله يحسن اخرتنا. لا ولو بيناتنا. هلا شو بدكم بالحكي؟ العزابي احسن من المتجوز. قلي ليش سهيل؟ ليش؟ مثلا هلا انا وياك بنقدر نقعد هون 3 4 ساعات 5 ساعات ما بتفرق معنا. اما الاستاذ سعيد ما بيقدر. قلي ليش؟ ليش؟ لانه عنده مره واولاد.